سؤال نبيه يعني شوي من واحدة بنت برضو خط الستات معروف ليه كاركترستكس خاصة كده بتقول ايه هل تؤدي فكرة تأريه الانسان الى الغاء الكهنوت حيث يصبح الجميع متساويين في الالوهية دم كلهم الهة يبقى ليه واحد يبقى ريس على التاني ما برضو لكم حق كما انها تؤدي الى فكرة عدم هلاك المؤمنين التي ينادي بها البروتستانت وطبعا فيها حاجات من نوع ده يعني وفيها اكتر على فكرة في كتبهم ايضا ينادون السلطة يهاجمون سلطة الانسان على الانسان ويهاجمون قسطنطين الملك ويقولون انه اراد ان يمارس السلطة يعني صعب